اقسم بالله طبعا عمر الحمد لله رمضان داز خايب عندنا الحمد لله ولا العائله كلها يعني كان فرحهم ملي كيجي رمضان كنحيد واحد العدد ديال الحوايج الناس اللي ما كيبغيهم الا الله لا العبد الى اخره، ولكن حنا الحمد لله يعني رمضان شي كبير. كنت كندير السبور بزاف ولكن مع الخدمه ومع السفر هذا ماشي قلت شويه غير وكان الظروف، ولكن الحمد لله نعاود جو غوبخون ان شاء الله السبور. طبعا هي الحريره هي الاولى، حريره التمر ارى ما عندك. رمضان مبارك سعيد، مبارك سعيد يا رمضان.